upon me to culture this. Once again, good morning, everyone. The issues that we have discussed by conflicts, sometimes. My special thanks goes to the staff. هذه الدورة الثامنة للملتقى رفيع المستوى لمجلس السلم والأمن الإفريقي كانت فعلا دورة ناجحة، دورة واعدة، دورة زودت الدبلوماسية الإفريقية الجماعية بنظرة مستقبلية واضحة وثاقبة في آن واحد، وزودت كذلك الوفود الإفريقية المعتمدة لدى الأمم المتحدة بخارطة طريق تجعل من الدبلوماسية الإفريقية فاعلا مؤثرا وناجحا، وتعود الفائدة على الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية وفي العالم أجمع.